وتفاهمنا أنا ويا ركضة ولي باتجاهي، وأنا بدون وعي أعصاب غضب ورميت عليهم. إذا نبدأ من ديالة. شاب لديه معاملة تعويض، يعني معاملة تعويض، واللي هو الجاني. كان يراجع عليها منذ سنوات، وأثناء إحدى المراجعات اكتشف أن والده من حصل على التعويض واستلم هذه المبالغ دون أن يخبره. هنا ثارت ثورته، وسحب المسدس وقام بقتل والده وجرح شقيقه وكذلك أحد أقاربه. مراسلنا حسن الشمري أعد لنا هذا اللقاء مع الجاني من ديالى. عندي معاملة مع المصاب ب 2008 ومشيت بيها، صارت عندي شكوى عند مكافحة الإرهاب. هي أثناء المعاملة وقفلها القاضي، قال خلي مشي بيها ومن خلال المركز، ومشيت بالمعاملة واشتغل وأذب عليها. وأنا اشتغل عامل كاسب مرة عندهم مرة اشتغل برا يعني، وبطلت من الدوام الثالث لأن كان شغله هواي علي. وكملت المعاملة اكتشفت انه ماخذها او بواسطة او هو ماخذها او غير شيء. عاد مشيت اخذت بايسكلي ورحت للبيت، اخذت المسدس مالته، رحت ضربت السيارة التاير عندي هو كي حمل، وتواجهنا انا وياه بالبستان وياه كانوا شخصين، وتفاهمنا أنا ويا ركضة ولي باتجاهي، وأنا بدون وعي أعصاب غضب ورميت عليهم. ثلاث ما أدري عاد إنصابة وما إنصابة ما أدري. حطيت مسدس بحزام وركبت باسكلو، اتجهت من ناحية صخر نبات، فتت مني من الإمام أبو جاسم الملقب أبو جرناس، وصارت منادات علي وكم شلون السيطرة. اي صحيح سيدي، احكي لي. اي عاد جابوني واعترفت بالحقيقه هذا. سيدي بعد شنو اللي بيدي اسويه؟ بدون وعي ضربت.